أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن المعارف السبع. المعارف سبعة، هي أولا الضمائر. الضمائر مثل أنا، أنت، هو، هي، هم، أنتم. طبعا الضمائر بكل أنواعها، المنفصلة والمتصلة. الضمائر معرفة وليست نكرة. طبعا هذا في بعض الأحيان يغيب عن بعض التلاميذ. الضمائر معرفة وليست نكرة. أيضا العلم، مثل محمد، مثل علي، عائشة، ورقية. هنا الترتيب بأعرف بالأعرف، فالضمائر أكثر معرفة من اسم العلم. فلما نقول أنا، فهنا أنا معرفة، لأنني أشير إلى نفسي. ولما أقول أنت، فهذا أحق أو أعرف المعارف، فيستحيل أن أكون نكرة وأنا أشير وأنا أخبرك وأشير إلى نفسي فأقول أنا، ويستحيل أن يكون هو معرفة وأنا أشير إليه. إذن فالضمائر هي حرف أو هي معرفة أو أعرف المعارف. يأتي بعدها في الدرجة الثانية، درجة أقل منها، اسم أو أسماء العالم، مثل محمد وعلي وعائشة ورقية. أيضا أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان، وكل أسماء الإشارة بالنسبة للمفرد أو المثنى أو الجمع للذكور أو للإناث. أيضا الأسماء الموصولة أيضا هي معرفة، مثل الذي، التي، اللذان، الذين، اللواتي، إلى آخر الأسماء الموصولة. أيضا التعريف، فهي أيضا من اسمها، تعرف من اسمها، تسمى التعريف، مثل الناس. فلو قلنا ناس تصبح نكرة، إذا أضفنا التعريف تصبح الناس، إذن تصبح كلمة معرفة لأنها عرفت بالتعريف، المكتب، الماء، إلى غير ذلك من الكلمات. أيضا الكلمة المضافة إلى معرفة تصبح معرفة، مثل سيارتي، فسيارة هنا نكرة، لكن إذا أضفناها إلى معرفة، هنا أضفناها إلى الضمير، ضمير المتكلم، سيارتي. إذن دفاترك، فهنا كاف ضمير المخاطب، هاتفك ضمير المخاطب، فالهاتف والدفاتر والسيارة أصبحت معرفة. لماذا؟ لأن أضفناها إلى معرفة وهي الضمائر. النكرة المقصودة، النكرة المقصودة هي النكرة التي نشير إليها أو التي نقصدها، مثل يا حارس، فكلمة حارس نكرة، لكن لما ناديناها وأشرنا إليها أصبحت معرفة لأننا قصدناها، فنحن لا نقصد كل حارس بل هذا الحارس نفسه. يا جندي، يا تلميذ. طبعا جمع لنا العلماء هذه المعارف السبع حسب أعرافها، بمعنى أكثر معرفة جمعت لنا في هذا البيت، وهو قول القائل: إن المعارف سبعة فيها كمل. أنا، إذن أنا ضمير، صالح، إذن اسم علم، ذا اسم إشارة، وما اسم موصول، الفتى يعني التعريف، وابني مضاف إلى معرفة، ويا رجل النكرة المقصود. إذن إلى هنا ينتهي هذا التسجيل معكم، على أمل اللقاء بكم في تسجيل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.